ربنا عز وجل يقول إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما معنى مشهودا؟ تشهده الملائكة، فالملائكة تحضر صلاة الفجر، حتى لو كان في ديار غربة اثنان يصليان تحضر صلاة، تحضر ملائكة الرحمن. إذا حضرت ملائكة الرحمن، ملائكة الرحمن تمثل عالم الطهر الأعظم، تمثل عالم الطهر الأعظم في عالم الأرواح. فما بالك بمسلم يخرج وآخر عهده بالناس أنه كان قريبا من عالم الأرواح الطاهر، قريبا من الملائكة، كانت الملائكة قريبة منه بنص القرآن. وفي الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يتحدث صلى الله عليه وسلم عن صلاتي العصر والفجر. فقربك وقوفك في صلاة الفجر أعظم معين لك بعد الله عز وجل في سائر يومك. من أسباب إعانة الله عز وجل لك أن تقف في صلاة الفجر، تدنو منك ملائكة الرحمن، تبدأ النفس تتعلق بالسمو بالعلو، فتعلم بعد ذلك المطالب العظائم التي لها. أحيي يومك ما استطعت بذكر الله، فإن ذكر الله عز وجل أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر. وهذا قد يكون بينك وبين نفسك، لأن غالب الحال لا يسمح بالجهر، لكن إن وجدت حين من الفرص فأكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأكثر من دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مما يعينك على السمو في عالم الأرواح، إذا أظلم الليل لا يفوتنك أن يكون لك حظ من صلاة الليل ولو يسيرة ولو أدنى الكمال 3 ركعات، فإن هذه 3 ركعات تعينك في نهارك. ويأبى الله عز وجل أن يذل في النهار من اعتز بطاعة الله جل وعلا في الليل، محال. الله عز وجل حكم عادل ورب ذو فضل، وهو يقول وقوله الحق، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. حياتنا أرواحنا وهي تخالط الناس، وترى الشهوات، ترى المنكرات، ترى الكثير مما يدفع إلى معصية الله. هذه الروح حتى تجتنب ذلك، حتى لا ترى ذلك شيئا، لا بد أن تكون في ليلها قد سمت وعلت في عالم الملكوت الأعلى، تكون واقفة بين يدي الله. إذا كان الوقوف بين يدي الله في ظلمة الليل يعين على الوقوف في الآخرة، فكيف بإعانتي على الوقوف أمام شهوات الدنيا، أمام شبهاتها، أمام ما تراه عيناك، أمام ما تسمعه أذناك، أمام غير ذلك من الشهوات التي لن فكاك من حياتك منها أن تكون حولك، لا تستطيع أن تجعلها أن تعيش بدونها، أي من غير أن تراها، لأن طبيعة العمل، طبيعة الحياة، طبيعة المكان الذي أنت فيه، إلا أن يكون مغرقا في الشهوات، مغرقا في الشبهات، تسمع، ترى، تبصر، لكن متى تعان على غض الطرف، متى تعان على أن تحول بين جسدك وبين الوقوع في الوحل والرذيلة، هو أن تكون ذا سمو بروحك. كيف تكون ساميا بروحك؟ أن تحسن الوقوف بين يدي الله عز وجل في الليل. السمو بالأرواح مهم جدا، لا يغلبنك الشيطان وتبقى ليلك كله لم تقف على بين يدي الله في صلاة. فإن غلبت ليلة، ليلتين، 3 أكثر أقل، فحاول أن تقضيها في النهار، تصليها شفعا، توخى ساعات تفتح فيها أبواب السماء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما بين أذان الظهر إلى الإقامة تفتح أبواب السماء، فقال أحب أن يرفع لي فيها عمل صالح. قد يكون هذا وقت محاضرات، قد يكون وقت عمل، لكن قد تأتي أيام لا عمل فيها، قد يأتي يوم مأذون فيه. فمثلا الذي المعلوم أن في البلاد التي أنت فيها أن يومي الأحد والاثنين لا دراسة فيها، وهذان بالنسبة لك معين على أنك بين الأذان والإقامة تصلي 4 ركعات، ركعتان ركعتان، حتى تصل بسمو روحك إلى الملأ الأعلى. كذلك مما تسمو به الأرواح قراءة القرآن، قراءة القرآن. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان حافظا للقرآن، ومع ذلك كان لا ينفك أن يرى والقرآن في حجره، والقرآن في حجره، المصحف في حجره، يقرأ منه. فيقال له يا أمير المؤمنين ما هذا؟ فيقول كتاب مبارك جاء به رجل مبارك، كتاب مبارك جاء به رجل مبارك. وقد صدق رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقول والله إني لأكره أن تمر علي ليلة أو يوم لا أرى في أنظر فيها في عهد الله، ويقصد بعهد الله القرآن. والمقصود أيها المبارك قيام الليل، صلاة الفجر، ذكر الله، قراءة المصحف ولو بين الحين والحين، هذا كله يعينك على أن تسمو بنفسك، تسمو بروحك. وفيلسوف الإسلام إقبال رحمه الله يقول إذا الإيمان ضاع فلا حياة ولا دنيا لمن لم يبق دينا، ولا دنيا لمن لم يبق دينا.